تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزاميرا، وكم أهدت طلاوته قلوب الناس تنويرا. تلاوات كأن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلب. كنا في الحلقات الماضية قد أنهينا الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وعن أحكام الميم الساكنة، وعن مراتب وأزمنة الغنن. اليوم إن شاء الله نتحدث ابتداء على لام التعريف، ثم نتحدث عن الحرفين المتماثلين والحرفين المتجانسين، ثم الحرفين المتقاربين والحرفين المتباعدين. لام التعريف، لام التعريف هي لام ساكنة تجعلها العرب في أوائل الأسماء لتعريفها، هي لام ساكنة تجعلها العرب في أوائل الأسماء لتعريفها، وهذه اللام الساكنة تسبق بهمزة وسط مفتوحة. إذا قلت كتاب، كتاب هذه إذا قلتها فأنا لا أقصد كتابا بذاته، لكن إذا قلت الكتاب فأنا أعني كتابا معينا، كتابا معروفا. إذا قلت مثلا قلم فأنا أتحدث على أي قلم، لكن إذا قلت القلم فأنا أتحدث على قلم معروف وعلى قلم معين. الكلمة تكون نكرة، فإذا أضيفت إليها هذه اللام الساكنة في أولها فتصير هذه الكلمة معرفة. لذلك هذه اللام تسمى بلام التعريف. وأنتم تعرفون أن العرب لا تبدأ بساكن، إذا وجدت كلمة في أولها حرف ساكن فإن العرب تجلب لها همزة، هذه الهمزة يسمونها بهمزة الوصل، يتوصلون من خلال هذه الهمزة إلى النطق بهذا الساكن، لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك لهم طرائق في الوقف، إما أن يقفوا بالروم وإما أن يقفوا بالسكون المحض أو أن يقفوا بالإشمام، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله في حينه. همزة الوصل التي تدخل على لام التعريف تكون مفتوحة، لأن همزة الوصل حركتها دائرة بين الكسر وبين الضم وبين الفتح. عندنا كلمات معينة وأسماء معينة، هذه الأسماء همزة الوصل في أولها مكسورة، وعندنا بالنسبة للأفعال همزة الوصل في أولها دائرة بين الكسر والضم، بينما في الحروف وهمزة الوصل لا تدخل إلا على حرف واحد وهو لام التعريف الذي نتحدث عنه الآن، لا تكون همزة الوصل مع لام التعريف إلا مفتوحة. إذن همزة الوصل، لام التعريف هي لام تجعلها العرب في أوائل الأسماء لتعريفها، يقولون الأرض، الجبال، القمر، الشمس، الكتاب، القلم، الطاولة، هذه هي لام التعريف. لام التعريف لها مع حروف الهجاء الآتية بعدها حالة،
إما أن تدغم لام التعريف في الحرف الآتي بعدها وبالتالي لا يبقى لها أثر لأن اللام ستدخل بكلها في الحرف الآتي بعدها، وهذا الإدغام يسمى بالإدغام الشمسي، أو أن تظهر لام التعريف عند الحرف الآتي بعدها ويسمون هذا الإظهار بالإظهار الشمسي. لام التعريف تدغم في 14 حرفا من حروف الهجاء. حروف الهجاء عددها 29 حرفا، طبعا نسقط منها الألف لأن الألف لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا، فمن المستحيل أن يأتي بعد اللام الساكنة. يبقى عندنا 28 حرفا، هذه الحروف كلها يمكن أن تأتي بعد لام التعريف. من هذه الحروف 14 حرفا، يعني النصف تماما، إذا جاءت هذه الحروف بعد لام التعريف وهي طبعا لام ساكنة، فإن لام التعريف تظهر عندها. هذه الحروف جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله. طبعا الشيخ سليمان الجمزوري هو صاحب منظومة تحفة الأطفال في علم التجويد، وقد كان حيا في سنة 98 و100 بعد الألف من الهجرة، لأن هذه المنظومة يعني قد كتبها وقالها في تلك السنة. جمع الحروف التي تظهر لام التعريف عندها في قوله ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي الهمزة والباء والغين، حجك الحاء والجيم والكاف، ابغي حجك وخف الواو والخاء والفاء، عقيمه العين والقاف والياء والهاء. هذه الحروف 14 حرفا، ابغي 3 حروف، حجك 3 حروف، وخف 3 حروف، عقيمه العين، قاف الياء، الميم الهاء، وخف عقيمه. هذه الحروف 14 إذا جاءت بعد لام التعريف، لام التعريف تظهر عندها. من الأمثلة الجبال، لاحظوا المظهرة الجبال، القمر، الأرض، الحج، بينما الحروف الباقية الآن عندنا 29 حرفا أسقطنا منها الألف، الألف لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا، نسقط 14 حرفا وهي حروف الإظهار، الإظهار الشمسي، يبقى عندنا 14 حرفا. وهذه الحروف أيضا جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله في كلمات هذا البيت: طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. طب ثم صل رحما، طب الطاء، طب ثم صل الثاء والصاد، طب ثم صل رحما تفز الراء والتاء، ذا نعم الذال والنون، دع سوء ظن الدال والسين والظاء، زر شريفا للكرم الزاي والشين واللام. طبعا نقول حرف الزاي ولا نقول حرف الزين، لا يوجد في اللغة حرف اسمه حرف الزين على فكرة، حرف الزاي، أو يمكن أن نقول حرف الزي، هذه أيضا صحيحة، لكن حرف الزين هذا ليس باسم لحرف الزاي، ينتبه لهذا. هذه الحروف 14: طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، طبعا أول حرف من كل كلمة من كلمات هذا البيت. إذا جاء هذا الحرف بعد لام التعريف فإن لام التعريف تدغم في هذه الحروف. ما معنى تدغم؟ هو أن يدخل الحرف الأول وهو اللام هنا في الحرف الثاني،
كيف يدخل في الحرف الثاني؟ اللام الساكنة هذه تتحول إلى الحرف الثاني، الحرف الآتي بعدها، فيصير النطق بحرف واحد مشدد من جنس الحرف الثاني، يرتفع عنهم المخرج ارتفاعة واحدة، وهذا التعريف شرحته في أكثر من مناسبة. من أمثلة الإدغام الشمسي كلمة الشمس، لاحظوا لم يبقى أثر للام، لا يصح أن نقول الشمس، هذا خطأ، اللام تدغم في الشين، الشمس، السماء، ولا نقول السماء، هذا خطأ، الصواب أن تدغم اللام في السين الآتية بعدها. الداع، ولا نقول الداع، لا، اللام تتحول إلى الدال وتدغم الدال في الدال فيصير نطق بدال مشددة. الليل، أيضا هنا اللام الأولى لام التعريف أدغمت في اللام الثانية المتحركة فصار النطق بلام مشددة. علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا في ضبط المصحف الشريف جعلوا علامات تدل على إدغام اللام أو على إظهار اللام، وأعني لام التعريف. إذا وجدنا لام التعريف عليها علامة السكون وعلامة السكون الصفر المستدير أو رأس حرف الخاء، فهذه اللام هي لام قمرية، لام مظهرة تظهر عند الحرف الآتي بعدها، الجبال، القمر، الأرض، الحج. لكن إذا وجدنا لام التعريف قد جردت من علامة السكون وعلامة السكون هي صفر مستدير أو رأس حرف الخاء، فهذه اللام هي مدغمة في حرف الإدغام الآتي بعدها، مثل الشمس، إذا نظرنا إليها في المصحف سنجد أن اللام ليس عليها سكون. الداع، أيضا إذا نظرنا إلى المصحف سنجد أن اللام ليس عليها سكون. فإذا جردت اللام من علامة السكون نعرف من هذه العلامة أن هذه اللام حكمها الإدغام. ببساطة اللام أو لام التعريف وهي اللام التي تجعلها العرب في أوائل الأسماء، طبعا لا تدخل إلا على الأسماء، لتعريف هذه الأسماء، وهذه اللام طبعا تسبقها العرب بهمزة وسط مفتوحة كي يتوصلون من خلال هذه الهمزة إلى النطق بهذه اللام الساكنة إذا بدأوا بها، لها مع حروف الهجاء الإدغام والإظهار، تظهر عند 14 حرفا. ما هي هذه الحروف؟ جمعها الشيخ سليمان الجمزوري في قوله ابغي حجك وخف عقيمه، احفظوا هذه الجملة، ابغي حجك وخف عقيمه، ومعناها واضح، ابغي حجك وخف عقيمه. أما بقية حروف الهجاء يبقى عندنا 14 حرفا، كل الحروف الباقية كلها تدغم لام التعريف فيها، وقد جمع الشيخ سليمان الجمزوري في قوله طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. الآن نخرج لفاصل قصير، بعده إن شاء الله نتحدث عن الحرفين المتماثلين، فحياكم الله. تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. هذا كتاب ربنا وهذه الآيات آيات محكمات عزنا ونصرنا المبين، وذا معين حكمة ما مثله معين، وهذه الآيات
آيات محكمات، آيات محكمات. الحكيم قرآننا العظيم مراتع النعيم ودربنا القويم ومنة الحكيم. فلنفهم الآيات، آيات محكمات، آيات محكمات. هذا كتاب ربنا وهذه الآيات، آيات محكمات، ولا يخيب طالب. قارئه وحافظه تحدوهم النفحات، يرقون بالآيات. آيات محكمات، آيات محكمات. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. تحدثنا قبل الفاصل عن لام التعريف، وعرفنا أن لام التعريف تدغم في 14 حرفا، وهي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم تعسو أظن زر شريف للكرم، أول حرف من كل كلمة من كلمات البيت، وتظهر عند 14 حرفا، وهي ابغي حجك وخف عقيمه. وعرفنا علامة الإدغام في لام التعريف وعلامة الإدغام في لام التعريف. هذه العلامات هي من وضع سادتنا العلماء جزاهم الله عنا خيرا حينما ضبطوا المصحف الشريف. الحرفان المتماثلان، الحرفان المتماثلان هما الحرفان المتفقان في المخرج وفي الصفات، هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات. الحرف له مخرج معين، إما أن يخرج من الحلق، إما أن يخرج من اللسان، إما أن يخرج من الشفتين، فله مخرج محدد ومعين. والمخارج إن شاء الله أنا لم أرد أن أبدأ بها، بدأت ببعض الأبحاث البسيطة السهلة مثل أحكام النون الساكنة، أحكام الميم الساكنة. الآن نتحدث عن الحرفين المتماثلين ثم المتجانسين، فأريد أن أبدأ بالأمور السهلة البسيطة التي ممكن أن يستوعبها كل شخص من المثقف في قمة تجريده وتفكيره إلى العامي البسيط. فمسألة المخارج، مخرج كل حرف، هذا سنأتي عليه إن شاء الله في حينه، لكن الذي أريد منكم أن تعرفوه الآن، الحروف هي 29 حرفا، كل حرف من هذه الحروف له مخرج معين. المكان الذي يخرج منه الحرف هذا يسمى مخرج. حينما أقول مثلا، جربوا هذا، مثلا أع أع، ستلاحظون أن الصوت يخرج من الحلق، مكان الخروج هو الحلق. هذا الحرف لما خرج له صفة معينة، بعض الحروف إذا نطقناها صوتها يجري يستمر، إذا واصلت الضغط يستمر معك الصوت. مثلا السين، لاحظوا أن الصوت يجري، ممكن أن أمط هذا الصوت، يمكن أن أطول هذا الصوت، بينما حرف آخر إذا نطقته لا أستطيع أن أطيل صوتي به. جربوا أنطقوا همزة ساكنة، أ، ينحبس الصوت. بعض الحروف لها صفة الطول في الصوت، وبعض الحروف
ليس عندها هذه الصفة، هذه تسمى صفات. مثلا حينما نقول مثلا أغ أغ أغ، ستلاحظون أن الصوت حينما يخرج من الحلق يتجه إلى سقف الحنك الأعلى، الفم فوق سقف الحنك يتجه الصوت اتجاهه. بينما إذا قلت مثلا أس أس، ستلاحظون أن الصوت لا يتجه كما اتجه في حرف الغين إلى قبة الحنك، بل إن صوت السين يتسفل ويخرج إلى خارج الفم ولا يتصعد إلى أعلى الفم. هذه أيضا صفة، نحن عندنا مخرج، مكان خرج منه الحرف، وعندنا شكل وصفة للحرف حالة خروجه. بعض الحروف صوتها يجري، بعض الحروف صوتها لا يجري، بعض الحروف صوتها يجري جريانا وسطا، بعض الحروف صوتها مفخم ومغلظ، وبعض الحروف صوتها ليس مفخما وإنما مرقق، فلها صفات معينة. هذه الصفات سنتعرف عليها إن شاء الله صفة صفة إذا أمد الله في أعمارنا. سنأتي على كل حرف، نعرف هذا الحرف من أين يخرج، ونعرف صفة هذا الحرف حين خروجه من مخرجه، هذا سنأتي عليه إن شاء الله. إذا عرفتم ما هو المخرج وعرفتم ما هو الصفة، ما هي الصفة؟ طبعا ما عرفتهاش بصورة كاملة، لكن على الأقل أخذتم فكرة على هذا الأمر. إذا التقى حرفان، حرف وحرف تلاقوا بجنب بعضهم، والأول ساكن والثاني متحرك، الأول عليه السكون والثاني متحرك بأية حركة، مفتوح أو مضموم أو مكسور. هذان الحرفان الملتقيان إذا اتفقوا في المخرج والصفات، يعني الحرف الأول والحرف الثاني كلاهما يخرجان من نفس المخرج ولهما نفس الصفات، هذان الحرفان يسميان بالحرفين المتماثلين. طبعا هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان الحرفان المجتمعان والملتقيان متماثلين تماما، يعني دال ودال، قاف وقاف، كاف وكاف، ميم وميم، لأن كل الحروف مثلا ميم والسين، ميم والباء، ميم والنون، يمكن نجد حروف تخرج من نفس المخرج، لكن لابد أن يكون بينها اختلاف ولو في بعض الصفات. لكن إذا وجدنا أن الحرفين يخرجان من نفس المخرج ولهما نفس الصفات، فلا شك ولا ريب أن هذين الحرفين هما حرفان متماثلان، دال ودال، قاف وقاف، كاف وكاف، لأن أن يكون الحرفان الملتقيان من نفس المخرج ولهما نفس الصفات وغير متماثلين فهذا لا يمكن إطلاقا، لا يمكن، مستحيل، يستحيل. الحرفان المتماثلان إذا التقيا وكان الحرف الأول منهما ساكن والحرف الثاني متحرك وجب الإدغام، يعني يجب أن ندغم الحرف الساكن الأول في الحرف الثاني المتحرك، باستثناء إذا كان الحرف الأول حرف مد، فهنا لا يصح الإدغام. لكن إذا كان الحرف الأول ساكن وليس بحرف مد والحرف الثاني متحرك، فإن الإدغام واجب. لا أحد من العرب إطلاقا يظهر الأول من المتماثل، يظهر الأول الساكن من المتماثل، هذا لا يوجد عند العرب إطلاقا، لا أحد من القبائل العربية فعل هذا. كل القبائل العربية في زمن نزول القرآن وقبل زمن نزول القرآن كلها إذا اجتمع حرفان متماثلان والأول منهما ساكن، فإنهم يدغمون الحرف الأول الساكن في الحرف الثاني المتحرك. والإدغام عرفته لكم كثيرا، الإدغام في اللغة يعني الإدخال، العرب تقول أدغمت اللجام في فم الفرس، وتقول العرب أيضا أدغمت السيف في غمده، وفي اصطلاح المجودين هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك
بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. من أمثلة الحرفين المتماثلين قوله تعالى وقد دخلوا، هي وقد دال ساكنة، دخلوا دال متحركة، اجتمع عندي دال ودال، الدال الأولى ساكنة. هنا ندغم الدال الأولى الساكنة في الدال الثانية المتحركة فيصير النطق بدال مشددة، وقد دخلوا وقد دخلوا، ولا نقول وقد دخلوا، هذا فيه صعوبة. والعرب في طبيعتها يعني في كلامها في سليقتها كانوا دائما يميلون إلى الأسهل في النطق، الأسهل في النطق، الأسهل على اللسان هو الذي دائما يميلون إليه في كل شيء، وستأتي معنا أمثلة كثيرة غير طبعا موضوع المتماثلين. يعني أيهما أسهل، أن نقول وقد دخلوا والله نقول وقد دخلوا؟ لا شك أن وقد دخلوا أسهل. كلا بل لا تكرمون، بل لا، لام ساكنة ولا متحركة، كلا بل لا يصير نطق بلام مشددة. أينما تكونوا يدرككم الموت، هي يدرككم، كاف ساكنة بعدها كاف متحركة، لكن ندغم الكاف الأولى الساكنة في الكاف الثانية المتحركة فيصير النطق بكاف مشددة يرتفع عنها المخرج ارتفاعة واحدة، يدرككم، يدرككم، كاف مشددة. ومن يكرههن، هي ومن يكرههن، ها وها، الهاء الأولى ساكنة والهاء الثانية متحركة، ندغم الدال الأولى الساكنة في الدال الثانية المتحركة فيصير النطق بهاء، قلت الدال، الهاء الأولى الساكنة في الهاء الثانية المتحركة فيصير النطق بهاء مشددة. كل الأمثلة التي ذكرتها لكم هي أمثلة للحرفين المتماثلين، وقد دخلوا دال ودال، بل لا تكرمون لام ولام، يدرككم كاف وكاف، يكرههن هاء وهاء. الحرفان المتماثلان هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات، إذا اجتمع حرفان متماثلان وكان الحرف الأول منهما ساكنا وجب إدغام هذا الساكن في الثاني المتحرك بشرط ألا يكون الساكن الأول طبعا حرف من، مثلا في يوم كان مقداره، في يوم، هنا عندنا صحيح ياء ويا والياء الأولى ساكنة، لكن الياء الأولى الساكنة هذه هي ياء مدية، هي حرف مد وبالتالي لا إدغام. مثلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا، اصبروا آخرها واو وصابروا أولها واو، الواو الأولى ساكنة والواو الثانية متحركة وهما حرفان متماثلة، لكن هنا لا يمكن أن ندغم، لماذا؟ لأن الساكن الأول هو حرف مد. طبعا عندنا أمر آخر، لما يكون الحرفان المتماثلان متحركان لا يكون الأول منهما ساكن، مثلا يعلم ما، يعلم ما، هنا أيضا لا إدغام إذا كان الأول متحرك، الإدغام فقط أن يكون الحرف الأول من الحرفين المتماثلين ساكنا، هنا يجب الإدغام لكل القراء. أريد أن أتحدث عن الحرفين المتجانسين لكن وقت الحلقة سرقنا، نكتفي بهذا القدر، الآن نخرج لفاصل قصير، بعده إن شاء الله أتلو التلاوة المنهجية، وبعدها إن شاء الله نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد، فأهلا وسهلا بكم.
جعلوا للعلم مفاتيحا وأضاءوا الدرب مصابيحا صنعوا بالفكر تواشيحا فلنقبل يا صحب عليهم بين يديهم بالعلم أفادوا أمتنا ورثوا في الحكمة قدوتنا فهلموا نشحذ همتنا بالإنصات العذب إليهم بين يديهم نسقي من أنهار الحكمة نتتبع آثار العظماء أو ننهل من فكر العلماء في جلستنا بين يديهم السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. وصلنا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة، نتلو إن شاء الله فيه التلاوة المنهجية، وبعدها نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد. تلاوتنا من الآية 65 بعد 200 إلى الآية 69 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. نسعد ونسر بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا قراءته لأبدي ملاحظاتي عليها أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد نجيبه إن شاء الله إذا كانت عندنا إجابة. عندنا في الآية 65 بعد 200 قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. هذه هي قراءة الجمهور بربوة بضم الراء. بينما عاصم رحمه الله وينتبه لهذا إخواننا الذين يقرؤون برواية حفص وأيضا بقراءة ابن عامر الشامي رحمه الله تعالى يقرؤون بربوة بفتح الراء بينما قالون فهي كما قرأت لكم وهي قراءة الجمهور كذلك ورشوة كذلك الدوري عن أبي عمرو البصري. أما من يقرأ برواية حفص عن قراءة الإمام عاصم رحمهم الله جميعا وجزاهم عنا خيرا فهي بفتح الراء. كمثل جنة بربوة أو بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. أكلها بإسكان الكاف يقرأ قالون كما قرأت أنا في التلاوة المنهجية و إسكان الكاف هي ليست قراءة الجمهور لأن الذين يقرؤون بإسكان الكاف هم نافع وابن كثير وأبو عمرو. فمن يقرأ برواية قالون أو برواية ورش أو يقرأ للدوري عن أبي عمرو فهي كما قرأت أنا كما قرأت لكم فآتت أكلها. بينما حفص رحمه الله فهو يقرأ كما يقرأ الجمهور فآتت أكلها. أكلها الهمزة مضمومة والكاف الكاف التي بعدها كاف مضمومة بينما قالون وورش والدوري أكلها وننتبه إلى صفة الهمز في حرف الكاف. فآتت أكلها أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الآية التي بعدها أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. هذه ليس فيها شيء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الآية التي بعدها هي أيضا ليس فيها شيء في فرش الكلمات القرآنية. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ورش رحمه الله.
في فرش الكلمات القرآنية ليس هناك خلف آخر في هذه الصفحة، لا أظن أن هناك شيئا آخر، الخلف فقط في الأصول. والحديث عن الأصول يطول، لو تحدثنا عن الفرق في الأصول بين قالون وورش وحفص ودوري أبي عمرو فلا شك أن الأمر طويل. نحن نخص هذه الروايات الأربعة بالخلف لأنها هي الروايات المنتشرة بين عامة المسلمين. نحن في ليبيا نقرأ برواية قالون عن الإمام نافع، أيضا في تونس وفي بعض بلاد تونس يقرؤون بورش، أيضا المغرب الإسلامي كله يقرؤون برواية ورش عن الإمام نافع. والرواية الأكثر انتشارا في أغلب الأمصار هي رواية حفص عن الإمام عاصم رحمهما الله، ورواية الدوري عن الإمام أبي عمرو البصري يقرأ بها في السودان وفي بعض بلاد اليمن في حضرموت، يقرؤون برواية الدوري عن الإمام أبي عمرو البصري. هذه هي الروايات المنتشرة بين عامة المسلمين. أنا التلاوة المنهجية أقرأها برواية قالون، وأذكر الكلمات في فرش الكلمات القرآنية التي خالفت قالون، لعل بعض من يتابعنا يقرأ بحفص أو يقرأ بورش أو يقرأ برواية الدوري عن الإمام أبي عمرو. يبدو أن الاتصالات اليوم فيها إشكال، في مشكلة في الاتصالات. طيب نمشي للحرفين المتجانسين. تكلمنا عن الحرفين المتماثلين، وذكرت لكم أن الحرفين المتماثلين هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات، وذكرت لكم أمثلة على هذا. الحرفان المتجانسان أيها المباركون هما الحرفان المتفقان في المخرج المختلفان في بعض الصفات. حرفان متفقان في المخرج، كلاهما يخرجان من نفس المخرج. مثلا الدال والتاء، جربوا قولوا أد أد أد، ستلاحظون أن طرف اللسان يقرع أصول الثنايا العليا. أصول الثنايا العليا يعني المكان الذي تلتقي فيه الثنايا العليا، الأسنان العليا هذه التي تلتقي فيه هذه الأسنان العليا باللثة. أد أد، مكان الالتقاء تماما، التقاء الأسنان باللثة. قولوا أت أت أت، ستلاحظون أن التاء تخرج من نفس المكان. قولوا أط أط أط، ستلاحظون أن الطاء أيضا تخرج من نفس المكان. الدال والتاء والطاء، هذه الحروف الثلاثة تخرج من مكان واحد، مخرجها طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. جربوا الظاء والذال والثاء. أظ أظ، أث أث، أذ أذ، ستلاحظون أن هذه الحروف الثلاثة تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. فنجد حروف تخرج من مكان واحد، لكن هناك اختلاف بينها في بعض الصفات. هذه الحروف التي تخرج من مكان واحد وبين اختلاف في بعض الصفات نسميها بالحروف المتجانسة. إذا اجتمع عندنا حرفان الأول منهما ساكن والثاني متحرك، وهذان الحرفان حرفان متجانسان، أيضا يجب الإدغام، وسأذكر لكم أمثلة على هذا. لكن معنا سالم، سالم من مزدة، يا مرحبا بسالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام،
فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى هنا لا بشيء من آلائك ربي نكذب ولك الحمد بارك الله فيك يا سالم بارك الله فيك ما شاء الله قراءة جميلة جيدة وما شاء الله مندفع يعني مباشرة دخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك يا سالم كنا في الحرفين المتجانسين ذكرت لكم أن الحرفين المتجانسين هما الحرفان المتفقان في المخرج المختلفان في بعض الصفات مثلا قد تبين الرشد هي قد تبين دال وتاء الدال ساكنة والتاء التي بعدها متحركة هنا ندغم الدال في التاء لأن الدال والتاء من مخرج واحد كلاهما من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا أت وبين هذين الحرفين اختلاف في بعض الصفات فهنا نقرأها هكذا قد تبين الطريقة أن نحول الدال الساكنة إلى تاء ساكنة وندغم التاء في التاء فيصير النطق بتاء مشددة مصطفى أهلا وسهلا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا يا مصطفى باهي الحمد لله الحمد لله أي باهي أقرأ يا مصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سأصلى نارا ذات لهب وامرأته نارة الحطب في جيدها حبل من مسد بارك الله فيك يا مصطفى ما شاء الله عليك نسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك ننتقل إلى هدى أهلا وسهلا يا هدى أهلا وسهلا تفضلي يا هدى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي اقرأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا حسبك يا هدى حسبك يا هدى أم أكبر أنت ولا مصطفى؟ أنا أنت أكبر علميه أنه يأخذ نفس قبل ما يقرأ بهي يعني حاضر. يعني يملأ رئتيه بالهواء هيك ثم يقرأ تبت يدا أبي لهب وتب لأن يقرأ ويتنفس في نفس الوقت لحطي هذا ولا والله غير هو دهش كان يجري ويلعب كيف هو خمس سنين قاعد صغير
بنسأل الله أن يبارك في عمره إن شاء الله، ويطيل عمره في طاعة الله ورسوله، ويحفظك حتى أنت يا هدى. آمين. هاي ربنا يوفقك أنت أخوك. تمام، انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.